السلام عليكم، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم البنات كما كتشوفوا معايا في الصورة غنشارك معكم الكلاص، كيجي صراحة مزيون بزاف، والاهم حاجة ما فيش بزاف ديال التعقيدات وبزاف ديال المكونات، مكونات بسيطة غادي نوجدو كلاص اللي هو كريمي ومزيون. نتمنى يعجبكم ونخليكم دابا مع الفيديو والمقادير وطريقة التحضير. صافي البنات، بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو، المقادير اللي هي بسيطه كما قلت لكم، عندي هنايا يترو ديال كريمه الخفق، انا استعملت هذا النوع هذا، وانتم استعملوا اي نوع كتستعملوه. عندي هنايا جوج ديال العلبات ديال اليوغورت طبيعي، تقدروا تستعملوا الحلو. عندي لافاني، جوج كوتشات ديال السكر، وعندي هاد الشوكولا مخلط باللوز، يعني هاد الحلوى ديال الشوكولات مهرسه مخلطه باللوز. انا كنشريها هيدا واجده، ولكن تقدر توجدها في الدار. صافي البنات، في اناء غادي نخوي ديك يترو ديال كريمه الخفق. طبيعه الحال كما كتشوفوا كنبدا كيجمد لي، كنعملها في النبيره في الفريكو باش كتبرد مزيان مزيان. فاش كنبغيو نخدموا هاد الكريمه كنحيدوها من النبيره وكنعملوها في الثلج تبرد مزيان. بالنسبه للسكر البنات، انا عملت غير جوج ديال الكوتشارات ديال السكر، ولكن اللي كيبغي الحلاوه يعمل حتى الاربعه ديال الكوتشارات. انا ما كنبغيش التحليه تكون حلوه بزاف. المهم بالنسبه للسكر كيبقى لكم الاختيار والذوق ديالكم. كنبدا نخفق هيدا في الكريمه كما كتشوفوا. صافي، حتى كنطلع الكريمه ديالي كنبقى نخلط مزيان حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. غادي نزيد للبنات ديك جوج ديال العلب ديال يوغور. انا عندي هنا يوغور طبيعي، تقدروا تستعملوا البنات شي نكهه اللي كتبغيوها او اللي يكون فيه السكر، حتى هو راه كيجي مزيون. صافي، غادي نبدا نخلط هيدا، ندخل اليوغور ديالي مع الكريمه. صافي، وغادي نبدا نزيد الحلوى اللي كما خصكم ديال الشوكولات واللوز مهرمش. تقدروا تزيدوا القرقاع، مهم تزيدوا اللي بغيتوا. صافي، غادي نبدا ندخل البنات هيدا، نخلط بلاتي باش ما ننزلش طبيعه الحال الكريمه ديالي. صافي، دابا غادي ندخل هاد جوج كوتشارات، غادي نزيد واحد شويه، غادي نزيد واحد جوج حتى ثلاثه ديال الكوتشارات اخرين، حيت انا ما استعملتش السكر بزاف. حيت غادي نضيف هاد الحلوى، هادي حلوه وفيها الشوكولا، ما يمكنش نعملو السكر بزاف وهادي، ولكن كيبقى لكم الاختيار طبيعه الحال. صافي البنات، غادي نخلط مزيان هادشي، تتخلط لي الحلوى ديالي واللوز مع الكريمه بحال هيدا البنات. وتا ديك اللافاني كيبقى اختياري البنات، لافاني كيعطيها واحد المذاق مزيون، كتنسمو بلافاني. صافي، تحليه اللي هي ساهله وكلاص ساهل، ما كيحسش ما فيش بزاف ديال التعقيدات، ولكن كيجي المذاق مزيون. صافي البنات، خديت السيليكون غادي نبدا نعمر فيه. اللي ما عندوش البنات القالب ديال السيليكون، ماشي ضروري يكون هذا القالب هذا مدور ولا، مهم كيبقى الشكل نتوما شنو باغيين تعملوا. واذا ما كانش عندك القالب ماشي متوفر ولا المول ديال السيليكون، اعمل اي مول عادي ديال الكيك وغلفه بالسلوفان باش كيجيك ساهل فاش غادي تبغي تديمولي الكلاص ديالك. صافي البنات، انا بعد ما عمرت المول ديالي غادي نغطيه بالبلاستيكه باش مي يعني ضروري غادي نعملو في الثلج، ضروري خصنا نغطيوه باش ما ياخذش ديك الريحه ديال النبيره. وغنخليوه على الاقل 4 ديال السوايع تيشد فراسو مزيان، وعاد غادي نقلبوه في طبق التقديم، واللي عنده الوقت يقدر يخليه ليله كامله بحال هيدا البنات. انا غطيته بالسلوفان، غادي نعملوه في الثلج. صافي، انا بعد ما تلج صراحه انا ما خليتوش بزاف، خليتو شي 3 ديال السوايع هيداك، ما خليتوش ليله كامله. صافي البنات، غادي نديمو ليه بكل سهوله، هو اصلا ما كيتلجش، كيبقى يعني كيبقى كريمي. كما كتعرفوا الكلاص الا كان تعرف فيه الثلج عرفوه عامر غير بالماء، ما كلاص ما والو. هاد البنات كيبقى كريمي وخاص يبات ليله كامله، كيبقى كلاص كريمي. صافي البنات، غادي نبدا نزين هيدا بشويه الحلوى نفسها اللي عملت فيه من داخل،
وبالنسبه للتزيين كما كنقول لكم دائما، كيبقى كل واحد يزين بالحاجه اللي عنده في الدار والحاجه اللي كتعجبو طبيعه الحال. صافي غادي نعمل هيدا شويه ديال الحلوى وديك اللوز اللي عندي مهرمش في الجناب ديال الكلاص ديالي بحال هيدا. صافي حتى تكونوا باغيين تقدموا الكلاص عاد جبدوه وزينوه وقدموه مباشره باش ما يذوبش معاكم. بحال هيدا البنات تقدروا تزينوه بالشوكولاته، ولا انا غادي نعمل له غير شويه ديال الكراميل. وانتوما اذا بغيتوا تعملوا الشوكولاته الاسود حتى هو راه كيجي مزيون. صافي غادي نعمل له هيدا شويه ديال الخطوط هيدا ديال الكراميل. كما كتشوفوا معايا البنات كيجي المنظر ديالو مزيون والمذاق هائل. جربوه وغادي تردوا عليا الخبر. وفي نفس الوقت كما كتشوفوا ما فيش تعقيدات بزاف وما فيش بزاف ديال المكونات. الكلاص اللي هو ساهل اي واحد يقدر يوجده. صافي البنات هي قدمته على هذا الشكل. غنقطع معكم واحد الطروسو باش تشوفوا القوام ديالو. كما قلت لكم هو كيكون كريمي ما كيكونش عامر يعني بالثلج. صافي انا نقطع معكم واحد الطروسو تشوفوه كيفاش كيكون. كيكون بحال هيدا البنات كما كتشوفوا الصوره. نتمنى يعجبكم وهذه هي الوصفه ديالي اليوم. وصافي البنات هنا كيسالي الفيديو ديالي وكنقول لكم السلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. والسلام عليكم ونهاركم مبروك.